بحياتك حاجة مش سهلة، صعبة صعبة جدا، فأقل حاجة زي ما نقول إنك تكوني مكتئبة بس ترجع تجيكي جرعات التفاؤل وتكمل من جديد. بالظبط. نحن حنتفصل بتفاصيل عديدة ومحطات عديدة لنوصل إلى بر الأمان. حنبتدي بتفضل رد، هو كلام في كل مكان، الحقيقة وحدها معاكي. تمام. حنبتدي بالخبر الأول. جاهزة؟ يلا معايا. والدي كان خانقني في حياتي وبيعامل والدتي بقسوة. ده من العناوين اللي الصحافة اتكلمت فيها عنك. رجعيني شوي لمرحلة الطفولة صفوة. انت بنت وحيدة ولا عندك اخوة؟ انا اكبر واحدة. اكبر واحدة. اكبر يعني انا الكبيرة. مسؤولية كلها عليك يعني. عليا. وفعلا لما ماما في اوقات يعني لو انت بتقولي وانا صغيرة يعني اما كان بيحصل مشاكل، ودي كانت بتحصل كتير قوي، فكانت تسيب البيت وتمشي، فانا ابقى مسؤولة عن الاربعة، عن أربعة من إخواتي. أربع إخوات. مع إن بابا كمان كان شديد جدا. ففترة إن هي تسيب البيت دي كمان كانت بتبقى كارثة. وهي بتسيبه كتير. بتسيبه كتير لأن كان الضغط بيبقى كبير. فتحملي بقى لدول مش تحمل بقى أربعة وبس. لا، أربعة وهو بيعنفني طول الوقت. زي ما يكون هي اللي موجودة. فأنا في الوقت ده كنت طفلة برضو، مش كنت كبيرة يعني. فلو كانت على القسوة والمش عارفة إيه، هو مش كان قاسي قد ما هو كان شديد قوي قوي. هو طبيعته كده. بس لما كان عندك كام سنه تقريبا؟ يعني في الوقت ده مثلا كان عندي 14 سنه 13 سنة. كان معايا اربع اخوات، منهم بقى الصغيرين خالص والبيبي كده يعني. كان يعنفك على ايه او يقسى عليك على ايه؟ يعني فيش انت ما عملتيش اكل، اصلا انا كنت بعمل يا بابا انا مش عارفه ايه، وكنت بعمل ايه يعني حاجات شبيهه دي في الوقت ده. انما لما كبرت شويه وبقيت انسه بقى، وابتدت ملامحي بقى تبان ان انا انسه وكده، انا كنت بحللها او كل المحسين بيا كانوا بيحللوها ان هو بيغير عليا جامد. هما كانوا بيقولوا لي هو ده، هو من كتر ما هو بيحبك قوي فبيغير عليكي قوي. فكان يعمل ايه؟ فكان طول الوقت يعني لو شعري مثلا معمول حلو ممكن يعمل معايا مشكله عشان يضربني عشان يبوظ لي شكل شعري مثلا. فهو مش كان قاسي بمعنى كلمه قاسي قد ما هو على المحيطين بيا وعلى انا بعد كده اما كبرت شويه وابتديت افهم. هو كان من كتر حبه قوي الشديد ليا كان بيعاملني بالطريقه من الحب ما قتل يعني. بالظبط. حتى انا حد كان قال لي ان انت سبتي البيت وهربتي علشان تروحي تشتغلي ومش عارفه ايه بتاع. انا قلت لا، انا سبت البيت واتجوزت بابا محمد اللي هو اول حد في حياتي، اتجوزته علشان امشي من البيت. مش عشان حب ومش عارفه ايه وبتاع، لا عشان امشي من تهرب من بس تمشي بطريق شرعي وبتاع وكده.